أولئك المتعففين ولمن غلبتهم الديون ممن هم أولى
تتصدق بعهد ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. رواه البخاري ومسلم. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام ووفقنا للإحسان وتلاوة القرآن. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، آمين، وأذل الشرك والمشركين، آمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، آمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، آمين. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وانصر جنودنا المرابطين على الحدود، وردهم إلى أهلهم سالمين ظالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. एक फोज मत ज्यादा दो, वीडियो बन रही है।